لا والله عادي يعني. هي انا اخر اغنيه عملتها كانت من سنتين، اللي هي سنه سعيده بمناسبه راس السنه، وبعد كده عادي يعني. بالنسبه للتمثيل انا ما اقدرش اعمل حاجه مش مقتنعه بيها، فكل السكريبتات اللي بتتعرض عليا يا اما مش حلوه يا اما ما مش هتضيف لي حاجه، يا اما طبعا انت عارف الفتره اللي فاتت في موضوع الانتاج كان الانتاج قليل، يا اما طبعا فلوس قليله جدا فما ينفعش اللي هو الواحد يتعب نفسه على الفاضي برضه، فاسباب كتير قوي. وحد في اخر فتره برضه كان في عندي انا مشاكل بقى وبتاع، فعادي كله على بعضه. في الاخر الفنان بني ادم يعني، لازم يبقى عنده مزاج للشغل، يبقى مستريح للشغل، ما يبقاش حاسس ان هو، خاصه الفنان لازم يبقى بيشتغل وهو مرتاح، مش حاسس ان هو بيشتغل وهو غصب عنه. يعني انا دلوقتي كست لو قلت لي ادخلي اعملي لنا اكل مثلا وانا مش حابه، مش هعمل اكل. تخيل لو انا مثلا بقى فنانه وتقول لي غني وانا ماليش نفس اغني، مش هغني.